عشان نتعرف على تفاصيل أكتر عن مركز التصنيع الرقمي، معانا دلوقتي على الهاتف دكتور محمد مكي، الاستشاري الفني لإنشاء مركز التصنيع الرقمي. نعرف منه رحلة إنشاء هذا المركز من الفكرة إلى تحقيقه على أرض الواقع. بنرحب بحضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. وفي البداية خلينا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين الفكرة القائم عليها مركز التصنيع الرقمي. صباح الخير أخت جمانة، وصباح الخير أستاذ أحمد. أرجو أن حضراتكم تكونوا سامعيني بوضوح. سامعين حضرتك بوضوح، تفضل. اسمحوا لي الأول أقول كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله عام سعيد على قناة الأولى وعلى كل مصر بإذن الله. بإذن الله. يا رب الله. فكرة هذا المشروع الحقيقة نبتت من أثناء رغبة سيادة الرئيس في مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وكانت الهيئة العربية للتصنيع ومصنع المحركات بالتحديد بيصنع الطرمبات الرأسية الخاصة بمشروع الصرف الصحي والصرف الزراعي والصرف الصناعي، ولكن الطاقة الإنتاجية في ذلك الوقت كان حوالي 2019 أواخر 2019 كانت حوالي 8 طرمبات شهريا فقط. فالحقيقة الهيئة العربية للتصنيع دخلت وبقوة إلى التحدي الرقمي. اسمحوا لي أقول هو مش عصر التحول الرقمي، هو عصر التحدي الرقمي اللي هو حيفرض نفسه على كل مناحي الحياة. صحيح. سواء كانت الصناعة سواء التعليم أو وبناء عليه أخذت القرار الهيئة العربية للتصنيع للدخول بتصنيع هذه الطرمبات الرأسية إلى صورة إنتاجية سريعة بالتعاون، أو خلينا نقول التلاحم ما بين مؤسسات الدولة، سواء كانت المؤسسات العسكرية أو المؤسسات المدنية أو المؤسسات الجامعية. استشارت الهيئة العربية للتصنيع جامعة الأسكندرية في أفضل التقنيات لهذا التصنيع. وكان لي الشرف أن أنا أكون الاستشاري الفني لهذا المشروع في التخطيط واختيار الماكينات والمعدات، وفي خلينا نقول المناقشات والاختيارات ما بين الموردين المختلفين. وهنا لازم أأكد على دور أبناء مصر في كل المجالات أستاذ أحمد وأخت جمانة. الحقيقة أبناء مصر اللي هم مسؤولين عن هذه الشركات العالمية كان ليهم يعني دور فعال في إدخال هذه التكنولوجيات إلينا في مصر، والحمد لله. دكتور محمد، يعني في حياة الأمر إحنا بنتكلم على مشروع بيتماشى مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية. نعم. زي ما حضرتك ذكرت بأن يكون يعني المشروعات القومية الكبرى بها أعلى نسبة مكون محلي تحديدا. نعم. تكلمنا. نعم. عن النتائج المستهدفة من إنشاء المركز ومدى ممتاز. تأثيره على حاضر. المستقبل الرقمي في الصناعة المصرية. حاضر. إحنا أولا كان الإنتاج المحلي في مصر مثل هذه النوعية من المنتجات كان لا يتعدى 30%. إحنا النهاردة وصلنا ل 75% تصنيع محلي في هذا المنتج. الخطوط الإنتاجية دي أو التحكمات الرقمية دي أو المؤسسات والمراكز الرقمية دي هتدخل في صناعة قطع الغيار لكل المؤسسات وكل التطبيقات، سواء كانت صناعات السيارات، صناعات القطارات، السكك الحديدية، الطيارات، السفن. فالتحول الرقمي والدخول إلى عصر الرقمنة أصبح حتمي. صحيح. إن شاء الله بإذن الله تعالى في مصر أستاذ أحمد. بإذن الله يا فندم. يعني حضرتك تحدثت عن فكرة دخول في عصر الرقمنة، لكن الرقمنة. أيضاً الرقمنة والتكنولوجيا كان ليها أكيد دور في عملية زيادة نسب التصنيع المحلي يا دكتور، أيضا طبعا. تعميق القاعدة الصناعية اللي بيستهدف المركز تحقيقه، وإزاي ده حصل؟ يعني إزاي التكنولوجيا وأيضا دور الرقمنة في أن احنا نوصل لمستهدفاتنا؟ أيوة فندم، هنا سرعة التنفيذ. الطرق التقليدية في التصنيع والتنفيذ كانت بتعتمد أساسا على الخطوط اليدوية والخطوط خلينا نقول الميكانيكية في الأتمتة. النهاردة بالرقمنة ودخول عصر الديجيتاليزيشن تحولت هذه الأمور إلى سرعة غير عادية في التنفيذ. فانتقلنا من تصنيع في 38 ساعة إلى تصنيع في ساعتين. الفرق ده لو حضرتك وإحنا طبقناه على كل التطبيقات في الحياة الصناعية بتاعتنا هنحس بالفرق. سرعة التنفيذ وأيضا دقة التنفيذ أعتقد يا دكتور. طبعا يا فندم، الجودة ودقة التنفيذ هنا دي الأساس في نوعية المنتج، لأنه بيحصل على شهادات تقييم لمستوى التنفيذ ومستوى الدقة اللي ناتج منه. طيب خلينا نتكلم يا دكتور على يعني فيما يخص توفير بقى متطلبات المشروعات القومية الكبرى. أي. وتحديدا أي. مشروع حياة كريمة، ازاي مركز التصنيع الرقمي بيساهم في توفير الطلبات لهذا المشروع أو لهذه المبادرة الرئاسية؟ الأمر ده بينقسم إلى ثلاث نقاط يا أستاذ أحمد. عندك أولا ماكينات ومعدات، خامات، وكوادر بشرية. الحياة كريمة لن ينجح هذا المشروع إلا لو الثلاث عناصر دول اكتملوا وتكاملوا. والحقيقة المؤسسات الدولة
لا تتأخر ولا تتوانى في بذل الجهد لتوفير الكوادر الفنية المصرية للدخول في هذا المشروع. صحيح. حياة كريمة، انت بتتكلم حضرتك عن منتجات، بتتكلم عن ثقافات، بتتكلم عن مشروعات، من غير الصناعة مش هنقدر نصل للمطلوب في هذا الهدف. طيب دكتور محمد، بجانب انه يمكن الهدف من انشاء هذا المركز هو زي ما اتكلمنا فكرة توطين الصناعة وايضا زيادة نسب التصنيع المحلي وتعميق القاعدة الصناعية، لكن كمان في عامل مهم جدا وفي هدف مهم جدا هو توفير فرص عمل وايضا تأهيل كوادر للعمل في هذا المركز. عايز اعرف من حضرتك انه بالنسبه للعماله اللي داخل مركز التصنيع الرقمي، هل تم تدريبها؟ هل تم الاستعانه بعناصر بالفعل مدربه وعندها خبره؟ هل تم يعني التوجه او تم يعني خلينا نقول استعانه بخبرات اجنبيه لاكتساب خبره للعاملين المصريين الموجودين، ولا كلهم كانوا مصريين بالفعل؟ أشكرك على السؤال ده أختي جمانة، أشكرك على السؤال ده. الحقيقة الهيئة العربية للتصنيع أنشأت مركز للتدريب الرقمي في أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، وحصلت الكوادر البشرية سواء المهندسين أو الفنيين على التدريب اللازم، وانتقلت التكنولوجيا والمعرفة من الشركات والمؤسسات العالمية إلى أبنائنا المصريين موجودين. وهذه السياسة أو هذا الاتجاه في توجه عام من الدولة لنقل التكنولوجيا ونقلها وتوطين. يعني نسبة العمالة قد إيه يا فندم في هذا المركز؟ يا فندم 100% حاليا، 100% مصريين الحمد لله، ولادنا المهندسين وولادنا الفنيين. تايل. طيب ده فيما يخص العمالة الفنية اللي موجودة حاليا في المركز، لكن خلينا نتكلم على جزء يعني آخر، يعني في حياة الأمر هو ذات صلة بسؤال جمانة. بنتكلم على فكرة البعثات الخارجية لتحقيق اكتساب خبرات متعددة في مجال التصنيع الرقمي، هل في بعثات بيتم إفادها لدول أخرى متقدمة في هذا المجال تحديدا لنقل الثقافة وتبادل الخبرات؟ أشكرك أستاذ أحمد، أشكرك. الحقيقة التحدي الرقمي على مستوى التعليم الجامعي أصبح حتمية لا مفر منها. صحيح. والحقيقة الجامعات المصرية وجامعة الأسكندرية وكلية الهندسة بالتحديد أخذت الخطوات، فمعظم البعثات التي تخرج من الجامعات هي بعثات في موضوعات تخص التحول الرقمي وتخص الديجيتاليزيشن أو الرقمنة أو التوأمة الرقمية. فالمصانع بتبعت أبنائها للتدريب في الخارج على هذه التخصصات. المؤسسات الجامعية والتدريبية كلها بتتحرك في مصر في هذا الاتجاه، لأن زي ما قلت لحضرتك في الأول ده تحدي رقمي وليس تحول رقمي فقط. بالنسبة لنا إحنا في مصر ده تحدي رقمي يا أستاذ أحمد، والحمد لله الدولة بتاخد خطواتها الجادة بتحقيق هذا الهدف. طيب دكتور محمد، خلال حديثك حضرتك ذكرت انه يمكن قبل انشاء هذا المركز كانت نسب التصنيع حوالي 30%، الان وصلنا ل 75% زي ما حضرتك قلت. ايه المستهدف فيما بعد؟ يعني انه احنا نوصل لنسبه تقترب خلينا نقول من 100%، ولا هيكون في تعميق وتوسع اكبر في الصناعه؟ ان شاء الله نقول الامل للوصول الى 100%، ولكن ده هياخد خطوات وهياخد جهد، لان في بعض المكونات اللي بتدخل في المنتجات عموما لم نحصل بعد على التقنيات بتاعتها، ولكن احنا بصدد الوصول الى هذا الامر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. يعني بنتمنى لحضرتك كل التوفيق الدكتور محمد مكي الاستشاري الفني لانشاء مركز التصنيع الرقمي، شكرا لوجودك معنا يا فندم، وطبعا كل التوفيق في هذا المجال تحديدا.